أعلن مساء أمس عن تأسيس ما يسمى بالجبهة الوطنية لحماية الدستور، التي وصفها مؤسسوها بأنها ائتلاف وطني يضم مواطنين من مختلف فئات المجتمع من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها في إعلان المبادئ. ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه الجبهة فيما أعلن عدد كبير من القوى السياسية في البلاد رفضه الدخول في هذه الجبهة. اجتماع لعدد من النواب والشخصيات السياسية في مبنى جمعية المحامين أسفر عن إنشاء ما يسمى بالجبهة الوطنية لحماية الدستور، التي وصفها مؤسسوها بأنها ائتلاف وطني يضم مواطنين من مختلف فئات المجتمع من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها في إعلان المبادئ. وتتمثل أهداف هذه الجبهة الوطنية على المدى القريب في أولاً التصدي لنهج الانفراد بالسلطة، وتحديدا رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد. ثانيا الإسراع إلى تلبية الإرادة الشعبية بحل مجلس 2009 والعودة إلى إرادة الأمة عبر صناديق الانتخابات. ثالثا رفض محاولات السلطة اقحام القضاء في مناوراتها السياسية. رابعا مواجهة الفساد تشريعيا ورقابيا وشعبيا. وستلتزم هذه الجبهة الوطنية بعد إنجاز هذه الأهداف المباشرة بالعمل المشترك من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي مقدمة ذلك التحرك من أجل أولاً استكمال التطور الديمقراطي نحو نظام برلماني ديمقراطي نحو نظام برلماني كامل، ثانياً سن قانون ديمقراطي لإشهار الهيئات السياسية، ثالثاً سن قانون انتخابي جديد وفقاً لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، رابعاً إصلاح القضاء وتطويره ودعم استقلاليته، وفي مقدمة ذلك إنشاء محكمة دستورية مستقلة وفقاً لنص المادة 173 من الدستور. الجبهة انتخبت مكتبا تنفيذيا لها يتكون من 13 عضوا بينهم سيدتان، كما زكى أحمد ديين منسقا عاما لها، ومشاري المطيري أمينا للسر، وخالد الفضالة ناطقا رسميا. جمعية المحامين من جهتها وعلى لسان رئيسها خالد الكندري أكدت على أن لا علاقة لها بهذه الجبهة، كما أعلنت تحفظ الجمعية على كثير من النقاط التي أثارها المجتمعون. نتحفظ على بعض النقاط اللي أثاروها فيما يتعلق في مسألة الإمارة الدستورية، في مسألة ما يتعلق في الحكومة المنتخبة، لأن وجهة نظرنا إحنا اليوم نطالب بتطبيق الدستور، والدستور هو العلاقة اللي هي بين الحاكم وبين المحكوم. الدستور هو اللي حمى الكويت، فبالتالي هذا الدستور نص على أن هذه العلاقة هي علاقة بين الحاكم والمحكوم، ونص صراحة على أن تعيين رئيس المجلس الوزراء هو حق خالص لسمو الأمير. فبالتالي أي محاولة لتغيير هذه المسألة يجب أن تكون داخل قبة عبد الله السالم. وكانت عدد من القوى السياسية في البلاد أكدت رفضها المشاركة بما يسمى الجبهة الوطنية لحماية الدستور، حيث قال النائب علي العمير أن التجمع السلفي لن يشارك في هذه الجبهة المزعومة على حد وصفه، كما نصح بعدم المشاركة فيها. كما أعلن حزب الأمة أن الجبهة لم توافق على مقترح الحزب الخاص بدستور جديد وحكومة منتخبة وقانون الأحزاب، فاعتذر الحزب عن المشاركة. وعزى التحالف الوطني الديمقراطي رفضه الانخراط في الجبهة الوطنية إلى أن قضية إحالة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية والدعوة لحل مجلس 2009 والانتخابات وفق قانون الخمس دوائر لا تمثل مشروع بلد وقضايا دستورية حتى يتم الانخراط من أجلها في جبهة، فيما جاء رفض المنبر الديمقراطي المشاركة في هذه الجبهة لأن مرتكزاتها تتمثل في ثلاث قضايا سبق وأن كان للمنبر مبادرة بشأنها.